إما ابن خزيمة. البداية والنهاية لابن كثير، تحقيق الدكتور التركي، المجلد 15 صفحة 9. يقول الإمام أبو بكر بن خزيمة الملقب بإمام الأئمة. كيف أنه فلان ملقب بثقة الإسلام، بحجة الإسلام، بشيخ الإسلام، هذا ملقب ماذا؟ إمام الأئمة. إمام الأئمة. كان من أوعية العلم وبحوره، وممن طاف البلدان ورحل الآفاق في طلب العلم وسماع الحديث، وكتب الكثير وصنف وجمع، وله كتاب الصحيح من أنفع الكتب وأجلها، وهو من المجتهدين في دين الإسلام. وحكى الشيخ فلان وفلان وفلان إلى آخره. هذا من المورد ماذا؟ الثاني. قد تقول سيدنا هذا أيضا لا يعد حجة على ابن تيمية. أنت إذا تستطيع أخرج لنا مصدرا أن ابن تيمية يقبل أن ابن خزيمة ما هو إمام الأئمة. تعالوا معنا جيد جدا عزة. هذا كتاب درء تعارض العقل والنقل، أو موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول، الدكتور محمد رشاد سالم، دار الفضيلة، المجلد 3 صفحة 175، والطبعة الأخرى الجزء 6 صفحة 264. قال: وقال محمد بن إسحاق بن خزيمة الملقب بإمام الأئمة. ماكو شك. ولذا عندما يريد أن ينقل مسائل التوحيد يستشهد بكلام من؟ إمام الأئمة ابن خزيمة، يعني يعتبر كلامه ماذا؟ هو الفيصل. جيد جدا. تعالوا معنا إلى أعزائي لنرى أن ابن خزيمة ما هي سيرته؟ ما هي سيرته؟ ماذا كان يفعل؟ ماذا كان يفعل؟ من أين أنقل لكم الخبر؟ أنقل لكم الخبر أعزائي من كتاب تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر العسقلاني، اللي هو أيضا من نفس هذه المدرسة، تحقيق إبراهيم الزيبق عادل مرشد، مؤسسة الرسالة، المجلد أعزائي 395. كونوا على ثقة، الوقت ضيق، لا يسعني كثيرا أن أقف عند أسماء هؤلاء. التفت. يقول: قال وسمعت أبا بكر بن محمد بن المؤمل، اللي هو من الأعلام ويعرفه الجميع، بإمكان أن يرجعوا إلى سير أعلام النبلاء، يقول. من يقول؟ المؤمل. يقول: خرجنا يعني منو؟ يعني مجموعة. هسه انظر، هاي يا مجموعة، مو مجموعة من عوام الناس، التفتوا لي جيدا، مجموعة من العلماء، فعلى المؤسسات الدينية واقعا في المناسبات وفي إحياء هذه الشعائر أن يكونوا في صدر ماذا؟ في صدر عموم الناس، لا أن يجلسوا في بيوتهم. خرجنا مع إمام أهل الحديث أبي بكر بن خزيمة. إذن المجموعة منو مترأسة؟ عالم، مو إمام الأئمة، عالم مع إمام العلماء، مع إمام أهل الحديث، بعد مع إمام أهل الحديث وعديله أبي علي الثقفي، وهو أيضا من أعلام نيسابور معروف، والله ما عندي وقت أن أقرأ تراجمهم، وإلا كبار العلماء. بعد يقول: مع جماعة من مشايخنا. إذن من كانوا؟ عموم الناس، كبار العلماء، من النخبة، وهم قد تقول مشايخنا جمع لعله 3 نفرات 7 نفرات 10 نفرات، يقول لا لا لا، وهم إذ ذاك متوافرون مجموعة كبيرة من 20-50-100 من كبار ماذا؟ علماء الحديث. وين رايحين مولانا؟ رايحين للحاج؟ يقول لا. وين رايحين؟ رايحين للعمرة؟ يقول لا. رايحين للقبور؟ نعم، رايحين صايرين قبوريين. هذا اللي الآن الاصطلاح اللي دي يحاول البعض أنه يثقف الأمة، اللي يروح يزور القبور قبوري. فهو قبوري، يعني بلغة الاستهزاء، بلغة الطعن، هذول كلهم كانوا من الماذا؟ قبوري. من القبوريين. يقول: وهم إذ ذاك متوافرون. وين رحتوا؟ إلى قبر النبي؟ قال: لا، إلى
قبر علي بن موسى الرضا بطوس. سلام الله. سلام الله عليك أيها الإمام الرضا الله، سلام الله عليك يا عالم آل محمد. هذه من النصوص الخاصة فيه. سلام الله عليك يا سيدي يا أبا محمد. هذه أعلام المسلمين. هسه إلى هنا قد تقول هذه القضية مثل زيارة عادية. زيارة. لا، التفت. من يقول؟ اللي ينقل الخبر. يقول: قال فرأيت من تعظيمه، منه؟ ابن خزيمة. خزيمة إمام الحديث، إمام أئمة الحديث. يعني ابن خزيمة لتلك البقعة، ذلك المكان، المكان كما قلنا مرارا، يعني المكان القبر، يعني القبر، يعني شرف المكان بشرف المكين. مكين. رأيت من تعظيمه، يعني ابن خزيمة، لتلك البقعة وتواضعه لها. عجيب. يتواضع للقبر. يتواضع للقبر، للمكان. أي مشرك، أي خارج عن الملة يا ابن خزيمة. هذا منطق من؟ منطق بالدين. هذا اللي أنا بالأمس قلت أن هذا المنطق الذي يريد أن يقول كلما اختلفت معه فهو ماذا؟ خارج عن الملة، خارج عن المذهب، ضال، مضل، مخالف. هذا المنطق كونوا على ثقة، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. إذا أردتم أن تمشوا أيها التكفيريون أو أيها الذين تقصون الآخر مع منطق الإقصاء، فأول من يحرقكم ماذا؟ هو هذا المنطق. هو هذا المنطق. إذا لابد أن تقبلوا أن ابن خزيمة كان ماذا؟ كان مشرك، كان قبوري، كان من أهل البدعة. وكما اتضح بالأمس ذكرنا، إذا أردنا أن نمشي مع هذا المنطق، لابد أن تقبلوا أن عمر بن الخطاب كان خارجيا، كان أهل هوى، كان أهل بدعة، كان خارجا عن ملة الإسلام، كان زنديقا كما تقولون أنتم. وإما ارفعوا اليد على هذا المنطق. وهنا واقع نصيحتي أوجهها للجميع: تعالوا، تعالوا نتعامل بمنطق العلم. الجميع، سواء كنا في داخل المدرسة الواحدة أو في داخل المدارس المتعددة، وأوجه الخطاب إلى نفسي قبل الآخرين. إذا أردنا أن نتكلم مع الآخر، علينا أن نحترم الآخر. نعم، يختلف معنا في الاجتهاد، فليختلف، ولكنه لا ينبغي أن نكون إقصائيين، لا ينبغي أن نكون تكفيريين، لا ينبغي أن نكون تضليليين. بمجرد اختلف معك لم يقبل الولاية وأنت قبلت الولاية، ضال مضل. على شنو ضال مضل؟ لا تسقط. التفتوا أعزائي إلى هذا المنطق الذي أسس له أئمة أهل البيت: لا تسقط من هو دونك فيسقطك من هو فوقك. أحسنت. إذا صار بناءك أنت من لا يقول بالولاية التكوينية تقول خارج عن المذهب، إذا أنتم لا تقول بما أعتقده من وساطة الفيض، أنتم خارج عن المذهب. إذن تعالوا أعزائي، فلنضع منطق الإقصاء إلى ماذا؟ إلى جانب، ونتكلم بلغة العلم. قال: فرأيت من تعظيمه لتلك البقعة وتواضعه، يعني يدخل بخشوع وكأنه دا يدخل المسجد الحرام، لها، للبقعة، مو للشخص، مو لله، ماذا؟ للبقعة. للبقعة. وتواضعه لها وتضرعه عندها. هو هذا هو هذا الذي نحن نعتقده في مدرسة البيت. ماذا قلنا نحن؟ نتضرع لله. بينك وبين الله، احنا مو مقلدين في هذه المسألة، مقلدين كل علماء المسلمين. التضرع لله، ولكن عند ماذا؟ عند ذلك المكان. كما أحب الله أن يراني في عرفات، أن يراني في المسجد الحرام، أن يراني في المسجد النبوي. أراد أن يراني أين؟ عند قبور أوليائه. قال: وتضرعه لها. ماذا رأي؟ يقول: ما تحيرنا. أنه هذا إمام الأئمة. أين هو؟ أين هو؟ ما هو؟ أين قابل حتى يتضرع بهذه الطريقة، حتى يتواضع به؟ هو إمام أئمة الحديث أعزائي. إلى هنا صار عندنا ماذا؟ اثنين. ابن حبان وابن خزيمة. ابن خزيمة. اسمحوا لي هنا أعزائي، واقعا ولو بالعرض، مو خروج عن الموضوع ولكنه من متممات الموضوع.
هو من هو هذا الإمام الرضا اللي هذا مثل ابن خزيمة إمام أئمة الحديث يتواضع مثل ابن حبان وعشرات من الأعلام كما ذكر؟ قال بأنه احنا خرجنا في جماعة متوافرون، في جماعة متوافرين كثيرين، خرجنا ماذا؟ لزيارة قبر الإمام الرضا.